السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع www.easycool.com. بلدي نقوم بوضع الدروس تاع الالغوريزم، الدروس خاصة يمكن افاك سمستر S2. كنتمنى تستافدوا منها، وكذلك بلدي ندير الدروس بحيث ما كاينش شي دروس منظمة ودروس مفيدة اللي كتساعد الطلبة باش يفهموا هاد الالغوريزم، رغم انها سهلة ملقاش الدروس ديالها بزاف في الانترنت. المهم دخلوا للدرس. اول حاجة كيف ما كتعرفوا، باش ندخلوا للدرس ضروري نديرو ديفينيسيون ديال شنو هي الالغوريزم. نقولوا ديفينيسيون: الالغوريزم est une suite finie d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. D'ailleurs, la définition de c'est quoi l'algorithme. Il y a ça, ou vraiment, je vais vous dire المهم نشرحها بالعربية باش تزيدو تفهمو. جينا نشوفو أن الألغوريتم إيش نسويتش فيني دوبيغاسيون أو دانستريكسيون، يعني شنو بغا يعنيلك في الجملة؟ بغا يعنيلك أنه الألغوريتم هي بعض الخطوات أو الأوامر اللي كنقومو بهم حنايا. هاد الأوامر كيسمحو لينا باش نحلو واحد المشكل معين أو القيام بوظيفة معينة. مثلا نكملو permettant de résoudre un problème، يعني الالغوريثم اسوي دوبيراسيون و دانستريكسيون permettant de résoudre un problème. هادشي اللي بغا يعني هنا، يعني ان الالغوريثم كتقوم بحل واحد المشكل معين او القيام بواحد الوظيفة، وهادشي كيجيب واحد الخطوات واحد الاوامر حنا كنديروه. يعني مكاينش دابا مثلا البي سي يجي ويدير بروغرام من عندو، ضروري كاين واحد المبرمج، واحد السيد هو اللي دار هذوك الاوامر اللي خلاو الكمبيوتر يقوم بديك الوظيفه. المهم هذه هي لا ديفينيسيون ديال الالغوريزم، حفظوها الا بغيتو وفهموا. المهم هي تفهموها، حيت هي اللي كيدور عليها الفيلم كله تاع الالغوريزم، هي هذه، هي ديك مجموعه الاوامر. دابا حنا الشغل ديالنا في هاد الكور هذا اللي غادي نشرح لكم ان شاء الله، كنتمنى نكملو وكنتمنى نستافدو. المهم هاد الكور كامل غادي حنا نعرفو هاد الخطوات و هاد الأوامر كيفاش كتبوهم حنا. صافي، إلا عرفنا كيفاش كتبوهم صافي سير الألغوريزم و إن شاء الله يكون خير. هادشي لي كاين، كنتمنى تكونو استفدتو و فهمتو هاد المعنى تاع الألغوريزم. و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين. وعليكم السلام.